امتلأت مقاعد قاعدة المؤتمرات ب 225 مشترك في اليوم العلمي الذي نظمت له الرابطة السورية للتشريح المرضي للفم والفكين، حيث ضم المؤتمر ثلاثة محاور: الأكياس سنية المنشأ، والأورام سنية المنشأ، ونقاش فلسفي عميق. حبينا نعمل لقاء، هو يوم علمي مميز إن شاء الله، حيكون في 24 محاضر على ستايل أوروبي اللي هو كل محاضر 12 دقيقة، بعدين في مائدة، وهذا الشيء الجديد باليوم العلمي، في مائدة كل سبع محاضرين حيحكوا بمحور واحد، بعدين يقعدوا على مائدة مستديرة يتناقشوا لإغناء المحاضرات وسماع أسئلة الجمهور وأغناء النقاش. اليوم نحن عاملين الفعالية الأولى لرابطة التشريح المرضي الفموي بشكل يوم علمي، يعني نجمع فيه بين الجزء الجراحي وجزء التشريح المرضي لنحاول نوصل فكرة للجراحي وللممارس طبيب الأسنان العام أهمية يعني هذا الاختصاص، لأن العالم بتخاف منه، بس تسمع تشريح مرضي يعني خزعة، يعني شيء ما له منيح. فنحن نحاول نقرب لهم الفكرة أنه هي الخزعة ضرورية، وهذا التشخيص التشريح المرضي كتير ضروري بالتعاون مع الجراحين والأطباء الممارسين العامي. الحقيقة هي التجربة الأولى لنقابة أطباء الأسنان بموضوع معين اللي هو التشريح المرضي بالتعاون مع رابطة المشرحين المرضيين في طب الأسنان. المؤتمر هو يوم علمي زخيم وغني كتير، كان شيء بيشبه المؤتمرات العلمية، انه نحن ما بدنا نقعد نأسهب لطالب او لطبيب نحكي له عن موضوع كامل، نحن عبارة عن عرض حالات مقتضبة، شيء بيثبت بالعقل، شيء عملي، شيء بيوصل فكرة. فمشان هيك انت حتشوفي عبارة عن ثلاث محاور شمال بما يتعلق بالتشريح المرضي بالأكياس، بهم طبيب الأسنان الممارس، بهم الجراح، بهم المشرح المرضي، خليه نضعه على السكة يقدر يتوجه من خلاله. كتير نحن بتهمنا هاي القصص لأنه عندك نخبة من الدكاترة وفي عنا معلومات وحالات نادرة وحالات سريرية عم يعرضوها وعم يعطونا من تجربتهم، وفي تكنيكات وقصص وتركات بيعملوها نحن كتير بتفيدنا كطلاب ومبتدئين، فبيكون عنا خلفية كتير حلوة، وخاصة إذا أنت كمان عم تدرسيها للمادة ضمن الجامعة وهيك، فبتحسي حالك أنه عم تفهميها أكتر. نشاط علمي مميز أقيم لأول مرة برعاية نقابة أطباء الأسنان والرابطة السورية للتشريح المرضي للفم والفكين، ضم 24 محاضرا لطرح حالات سريرية وربط الحالات السريرية مع الحالات النسيجية.